ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرسى السلطان بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس 15 أبريل الجاري من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا، وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو يظهر قيام المشتبه فيه بإضرام النار عمدا في عربة للبضائع بحي العيون بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتم توقيفه. هذا وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفية الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.